يا رب. اللهم إني قد مستني الضر وأنت أرحم الراحمين، أسألك يا رب ألا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد فرجت همي وكشفت غمي ونفست كربي وقضيت ديني وأخرجتني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا واسع النداء ويا مجيب الدعاء، يا واسع الفضل ويا عظيم المن، نسألك اللهم أن ترزق إخواننا المهمومين فرجا قريبا وأمنا. اللهم أمين.